زنقة تخري بنت حي سيدي بوزيد طارق المزوغن لا احد تا يجو ما كيديروا والو. نهار دازت الهيكلة ديال الواد الحار دوزوه في الزنقة فرقعوا الناس لوكارات ديالهم ديال الحفيرات اللي كانوا دايرين ايام زمان برونشاو معاهم. داك السائل خرج داع الاحياء كامله. ضرينا وليدي والله الا وليداتنا لا مرضوا عينيهم ومرضوا بشني ولا كلتهم ورحنا في حاله بالخنوزات بحاله عينا ما يجروا علينا ما نمشوا شحال من خطره جمعنا والو لا فائده في هذا الشيء والو. اي دروك احنا جوج تشوفوا بعينيكم ولا ما تقتلوش فينا جوج تشوفوا بعينيكم رحنا والله العظيم الا مضرورين. دابا كي دايرين وليداتكم نتوما؟ والله العظيم وليدي الا كلتهم عشني ولا حق الله الا كلتهم شني ولا الخنوزات والله ما بقينا نقدو نقعدو في الدار بعد المره ما بقيناش كنقدو نقعدو في الدار بالريح. دور عندها خليها بلاصتها خليها حولها هذه عاود سكتو خليها دوي الله يخليك الله يرحمني يكون وليدي الا ما دير لي شي حل هذا الشيء راه بعيد عطوني لي 85 عام عطوني كنخرج في الكابينه تاع عباد الله تخرفص تاع عباد الله راه ضري غطريف هضري غطري وراني ما عنديش راني غنبرهج انا كنشد من هنا من غير الشهر الحكرة هادي واش تاهي هادي راه عيب الشعشعة وعيب عيب دير لي شحل دير لي شحل الله يرحم لك الوالدين الله يرحم لك الوالدين ودير لي شحل شوفوا كي ديروا هاد الواد وفي الحقيقة في 2018 ولا 2019 ولا 2020 باقيين كنت نهضروا على واحد الاحياء اللي خاصها الواد الحار خاصها الطرقان خاصها الضلاج هذا الشيء مؤسف ولكن المسطره ديال اعاده الهيكله هي مسطره بالنسبه لي انا جد 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 صعبه كانك تدخل ابره انا قلتها في واحد الاجتماع رسمي كانك تدخل ابره في سم المخيط كاين متطلبات كثيره كاين وثائق كثيره كاين شروط كثيره في حين ان هذا الوضع هذا هو من الناحيه الانسانيه ومن الناحيه الاجتماعيه ومن ناحيه يعني خاص واحد التضامن كلي مع المؤسسة باش نقدروا نقولوا نردوا هذه الاحياء اللي هي عشوائيه واللي هي مبنيه بطريقه ما صحيحاش واللي هي ما كتوفرش على ادنى ظروف صحيه ولا ادنى شروط السكن اللائق انها ترجع سكن لائق ويرجع فيها شويه ديال الحضاره العمرانيه واحد شويه ديال التعمير وشويه ديال العمران وهذا الشيء خص يكون واحد اليسر بيننا وبين المؤسسات. حنا ما عندناش مشكل حنا البلديه بالعكس كنوجدوا كنحاولوا ما نكون لكن المصالح الخارجيه ما كاينش واحد التجاوب كيف ما خصو يكون لان لو كان تجاوب كيف ما خصو يكون كانت الامور غتمشي مزيان. حنا من 2017 وحنا من اجل توقيع داز 2018 كامله وحنا غاديين دابا في 2019 والفلوس كاينه وخص التوقيع فقط ما عندناش شي حاجه اخرى خصنا توقيع كل واحد وجهه نظره علاش كنستاندوا الله اعلم ولكن كل واحد وجهه نظره حنا بحال الا كنطلبوا هازين لي بلون ديالنا دابا وغادي تنطلبوا مؤسسات وصعب لان حنا بالنسبه لنا نمثل الساكنه وهذا واجب ديالنا ولكن حتى المصالح الاخرى راه معنيه راه حتى هي عندها اختصاصات وحتى هي خصها تيسر وحتى هي خصها تخرج الحيز الوجود تصاميم لان دابا الاراضي ما يمكنلهاش تدخل بلا تصميم موقع. وحنا كنحملوا المسؤوليه للعمران العمران اللي عندها يعني في الكتاب التحفظ اللي مكتوب فيه إعادة الهيكلة بسيدي بوزيد ولكن ما كاين لا إعادة الهيكلة ولا يديك ولا يخليك العمران اللي دار سيدي بوزيد وهي اغتصبت أرض 250 هكتار وخلوا لينا احنا مقبرة. السلام عليكم ورحمة الله أشواق تيفي في حي سيدي بوزيد تنحييكم وتنجد التحية والترحاب والالتفاتة الكريمة من طرف الصحافة والإخوان مشكورين. الله يرحم لكم الوالدين بغيت الساكنة ديال أسفي كاملة تعرف بأن حي سيدي بوزيد في غينة على المصاريف ديال الجماعة الحضارية ديال مدينة أسفي لو الكل كان خلات حاجة واحدة لو الكل ما باعش الأراضي السلالية لون كل ما باعش الارض السوريه تاع المنطقه حنا نصرفوا على الجامعه الحضاريه ديال اسفي حنا نعطوها الصداقه ما نتسناوش هي تجي تجمع لينا حاشاكم لوفيزي الماء الحار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيدنا رانا هاد الناس ضايعين مهمشين هاد الحي ناسينو لا 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 المنتخبين معانا لا رؤساء معانا الخنز داير بينا شني ولا ولادنا مراد التهلوكه حنا كنشوفوا فيها قدامنا كل نهار الناس غادي للسبيطارات على قبل الخنز قدام ديالهم والانسان كيدخل داره يعبط في الخنز اللي يدخل لا يعقل لا يعقل لا يعقل
لا يعقل انسان غادي ويتخطى الخلز، لا يعقل لا يعقل. وعاش سيدنا وعاش سيدنا، وسيدنا هو اللي عطاكم الامر باش ديروا اعاده الهيكل لهذا سيدي بوزيد، وانتم غاسلين عليه، لا انتم ولا في الجماعات ولا في المسؤولين على هذا الحي محمدي التخر، على هذا الحي ديال التخربين نهائيا. ما كاينش اللي كيدوي عليه، ما كاينش. سير لاي بلاصه يقول لك التخربين، يقول لك منسيين هاد الناس. وسيدي بوزيد هو اغنى، هو المنطقه السياحيه، منطقه سياحيه. سيروا لا بلاج شوفوا كي داير سيدي بوزيد، وسيروا المسائل ديالو. ولا يعقل ولوتسما ديال العمران جات دارت ما بغات فينا وبشات حالاتها، لا يعقل لا يعقل. الناس كلها استفدت في واد الحر، الا حنا علاش؟ علاش حنا مهمشين؟ حنا مش الشعب، حنا ماشي مغاربه، حنا راه مغاربه. عار عليهم، عار عليهم، وعار وعار وعار. دابا المشكل ديال اعاده الهيكله ديال سيدي بوزيد، اللي هي اربعه الاحياء على ما اظن، دبره واحد دبره جوج وتخريبين، وكاين احياء اخرى. هاد الاحياء هادي عندهم مشكل دابا ناض لهم الواد الحار وهذا، ولكن هما ديجا من 2009 وحنا كنخدموا فيهم. 2017 سالات التصاميم ديالهم كملات والدراسه ديالها كملات، وبقات خاصها التوقيع النهائي. انا وقعت في 2017، مصالح اخرى رفضت التوقيع لان كاين واحد الوثيقه ولا كاين شي حاجه قانونيه ما واضحاش. من 2017 وحنا كنحاولوا نحلوا هذا المشكل باش نوقعوا على هذوك البلانات، باش ممكن الاراضي استخدام، ممكن الدلاج يدوز ليهم، ممكن الواد الحار يدوز ليهم. حنا بالنسبه لنا في البلديه ما عندناش مشكل، بالعكس حنا خايدين على عاتقنا اننا هاد الاحياء هذه خصها تهيكل وخاصها تخرج في الولايه ديالتنا. وان التوقيع ديالي انا 2017 بالنسبه لي انا هذا، بالنسبه لنا حنا دابا راسلنا السيد العامل على اساس باش يدخل، باعتباره الممثل صاحب الجلاله في البلاد، وباعتباره هو المسؤول على المصالح الخارجيه. وكاين تجاوب مع السيد العامل، درنا واحد الاجتماع باش نشوفوا هذا المشكل ونحاولوا نحلحلوه ان شاء الله الرحمن الرحيم. كنظن ان الاسبوع الجاي على ابعد تقدير الا ما وقعوش المصالح الخارجيه، غنكونوا مضطرين باش نخرجوا هذوك التصاميم بالتوقيع ديال البلديه، ولا نشوفوا كيفاش هذا باش الناس تبدا تخدم. خاصه وان دابا الاتفاقيه اللي فيها الفون، اللي فيها يعني الاموال ديال ان هذوك باش تهيكل هذوك الاحياء موجوده، يعني عندنا يعني الميزانيه ديال هذه الاحياء موجوده، التصاميم ديالهم موجوده. عندنا اشكال هو انه بعض المصالح الخارجيه اللي هي الوكاله الحضاريه والقسم التعمير بالعماله هما اللي رافضين يوقعوا على هذا على التصاميم. ان شاء الله مع التدخل ديال السيد العامل كنتمنوا ان الاسبوع المقبل باذن الله تعالى ان هذا المشكل يتحل. كاين بزاف بحيره كتعمرها لك تدخل عليا حتى للدار، وهذا الشيء دابا حتى هاد الناس المسؤولين، هذا الشيء الحال اللي كيقوموا به كيتنافى مع داك الشيء اللي كيطالب به صاحب الجلاله الله ينصرو. الوضعيه القرب من المواطنين، إدارة قريبة من المواطن، أشياء كثيرة، الإنسان كيعيش أوضاع كارثية. خويا أنا بغيت نمشي على المدرسة، كاين شانطي واحد كيدير هاد المدرسة هاد، شانطي فايض فيه واد الحار، ضروري كنحط رجلية في واد الحار وكندخل القيسم بحكة، كندخل رجلية كحلي اللي شافهم غيسحبوا تراب ولا شي حاجة، هو راه زبل حاشاكم. هادشي راه بزاف، هذا واد الحار راه كاين، خاص حاجة واحدة، راه خاص عملية الرب. الناس دايرين لهم واد الحار مدوزين، داير لهم عملية الربط في القادوس الكبير، حنا لا، علاش؟ خاصها عملية ترب، شي حاجة سهلة ماشي شي حاجة اللي صعيبة. واش حنا نبقاو نمشيو نجيو في الخنز؟ عندنا الدراري كيقراو، دراري صغار زوينين كيوصلوا المدرسة موسخين بزاف. في الشتا خويا اش نقول لك؟ هذاك واد الحار تيتخلط، واد الحار خويا مع الشتا تيتخلط تيولي صافي، خاصك تيضرب لك رجليك، تطلع لك رجليك. ما كاينش شانطي تدوز منه المدرسة من غير هذا الشانطي الواحد، هو اللي خارج فيه واد الحار، هو اللي مجموع فيه بزاف اخويا. هادشي كنطالبوا من الناس، حنا ما بغيناش، بغينا الناس كاملين يديروا الاسفي، بغيناهم يتعاونوا معنا بحاجه واحده، بارطاجي الفيديو، بغينا الرساله توصل للمسؤولين، هادشي اللي بغينا اخويا. شكرا. لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.